قال هو اللي هو ردني ليبيرو. سموا بعضنا بالاسماء. قال هو على لسانه هو قال ردني ليبيرو. اي متاكد انت؟ اي اي اسمعوا دقيقه دقيقه. لحظه عام 76 عام 76 انا طلعت جونيور. يراني فينا سيري كامل الله يرحم سيري كامل بن عبد العزيز انسان فاضل ومتربي يعمل كيف. قال لي خالد العب ليبيرو. بديت نلعب ليبيرو. مشى سيري كامل اللي معناها هو الله يرحمه وقتها مشى عرس جابونا بالضبط انا راه انسان دقيق في جابونا سي محمد قريتلي سي كالكان شو باش نحكي لكم تربي اخلاق جاء هو علمني لا تكنيك دو بوست. وقت اللي يقول هو راني انا دخلت خالد ديبيرو تعرف التكنيك دو بوست تسي معناها الملاعب انا هو التكنيك دو بوست نتاع الملاعب انا هو اللي يلعب على الكوتش انت النيفو دو زماني سيمان تعرف النيفو انا جيت كاني جيت كاني انت مازال بكري مريض في مازال بكري مازلنا كي بدينا والله مازلنا كي بدينا تتاكد اي والله مازلنا كي بدينا في عقلك دب دب سي خالد دب دب نحترموا بعضنا راسي انا ما قلتلو شيء مدرب السابق نحترموا بعضنا ما نخرجوش من غير نستفادوش يا ودي خرجك ما علينيش حسيت ما تخليش شوت لي افكاري ليه بموضوع انا جاي الموضوع جاي سي محمد القريت سي محمد القريت اللي كان تثبت كان يقبل نحنا يريني في كلوب افريكان جونيور شكون كان في سبور وسبور وجونيور شكون كان يلعب؟ ليبيرو تو نفكر تو نفكر كان يلعب عادل الملي اري دروا لعب لا عادل مولي كان يلعب ليبيرو هو الغول كان يلعب ليبيرو اي هو الغول عادل مولي كي كان يلعب ليبيرو قبل ما تبدوك الافريكان ريال دروا سينيور كان عنده من بون ميتريس تكنيك بتالي ياخذ الكره ويخرج سي كي جي سي محمد قريتي قال لي خل انت توا لازم تتعلم تخرج بالكره بيسكو انا عندي الانتيليجونس وعندي الكاليتي تكنيك معناها اللي طلبوا مني وليت انا وقتها نلعب بشويه بشويه وليت معناها نلعب ليبيرو عام كامل ليبيرو بعدها مشيت كيما سنه جونيور قول لي اشتلعب اشتلعب ليبيرو مالوريزمون وكابيتان تاع ليكيب ناسيونال جونيور اللي فيها بالاسامي وبالتدقيقة وانا نحبكم تثبتوا عليه سي زهير قر ليبيرو مشيت عملت دي تورنوا بالكيب ناسيونال جونيور انت لعبت البرا مع اللي هزيتك ناسيونال جونيور لعبت البرا اي نعم تعرف شو معناها واحد ياخذ ميور جوار في تورنوا برا نعم تعرف خالد بن يحيى خدام ميور جوار في بس دقيقه شكون ناقشك بهذايا؟ تعمل في الدمغ هذايا شكون ناقشك بالموضوع هذا؟ خليني نحكي شكون ناقشك؟ جابت تحكي لنا قصه حياتك؟ يا ولدي احنا نحكي قصه حياتنا زاد يا ولدي دبا دبا ما قلت لي بيرو لا 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 ما عادش ما عادش ما عادش اعطيك كلمه سي اعطيني كلمه اعطيني كلمه باش اعطيك كلمه يا صاحبي هو قرر لي بيرو هو قرر اي انا هذيك كلمه يا ولدي سي بوباك نحات بوباك ما لعبكش بوباك زيد غرق بوباك لعبك على الجوش انا جيت اديتك ليبيرو وكابيتان وكابيتان على ما يجيش بالماد وعلى ما يجيش الزلاف يا ولدي تغرق في روحك يحشم تيحشم تيحشم تغرق في روحك خلي اسمع خير اسمع خير انت 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 لازم انت ما تعرفش تقوله انت باش تغني باهي 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 في زين بلا نحترم نحترموا بعضنا ما تسمع بيه انت ما تسمع بيه قاعد يحكي قاعد يغلف في روحك على روحه يحكي على روحه يحكي على روحك انت تعرف شيخ روحك انا سميتكم بالاسم سي محمد قريت سي زهير قرن سي زهير قرن كان الموتور تاعي حتى حد ما يمكن هذا ربي خليني حتى حد ما يمكن هذا حتى حد ما يمكن هذا هذا كله زايد خرج على النص حتى حد مش هذا موضوعنا مش هذا الموضوع خليه يحكي على روحه خليه يحكي على روحه يحكي على روحه خليه يحكي على روحه من بعد شنو نعطيك انت تحكي انت مدرب انا نحكي انا السي في نتاعك مدرب ما نحكيش انا نحكي هو نحكي لي هو دو زماني بريمير ولا قداش مش نحكي يا سي خليه يحكي انت مش مشكل مش مشكل قال هو لا مش هو اللي ما عنده حتى علاقه بالبيرو ما يعرفش حتى التكنيك دو بوست شنو هو باش يعرف نحطني انا البيرو انت عارف انا جمعيه هانيت بلا سمك بلا سمك خاطر جمعيه هانيت خاطر جمعيه هانيت خاطر جمعيه هانيت باش يتغشش اضحك انا نضحك انا دبا دبا باش تشوف انا جاي دبا اضحك دبا 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 اضحك ريلاكس ريلاكس في انا سيفيك قد جامع يعني افريل خل افريل 78 ما دبت خذيت ميور جوار في التورنوا تاع باست تعرف معناها ميور جوار تاخذ في باست تعرف شكون معايا معايا باريس سان جيرمان فيها لويس فيرنانديز معايا ايكيب روس معايا اون ايكيب ايطاليان داير من وقتها باريس سان جيرمان حابت تاخذ به معناها انا نلعب ليبيرو وهو هو اسمه زهير القروي حاضر سي محمد البريت لي حاضر نلعب ليبيرو جي انا باللي دات قد عام 78 عام 77 78 انا طلعت سينيور شكون لي مونترنور سي بوبيك انا صغير طلعت نلعب عام كامل هو يقول لك ردني ليبيرو
مع بوبيك نلعب متعرف تبدا جون اريا سنترال يلعبوك مره ليبيرو مره اريير جوش مره ليبيرو نلعب مره ليبيرو مره اريير جوش مره ليبيرو مره اريير جوش صحيح يحكي فيه قبل ما يطلع به دونك انا انا من اصلي التكنيك دو بوست والبوست نتاعي ليبيرو ما عنده حتى علاقه حتى علاقه خيطه في الفلفل اي هي باش نقول لك وين خريطه هي هي باش نقول لك وين خريطه انا خريطه انا باش نقول لك وين خريطه علاش نقول لكم يعني ما الى بروبليم تاع التكنيك دو بوست انا يعني انا شوف انا اللغه المضروبه هذيا ما تعنينيش علاش نقولوا على التكنيك دو بوست قول له هو يلعب في الطبلو قول له اش يلعب هو انا كنت انت انا 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 متواضع انا ملاعبي متواضع ليه انا متواضع ليه ما قلتش انا بيكم باور ليه ولا انا ما قلتش انا تحب تعمل كيفي انا شبيك انت خالد بن يحيى انا ما قلتش هذا انا اللاعب متواضع مش متواضع اللاعب نتاع انت انت كنت تمشي كونديت دو بال بالكره رابيتو تاع على وجهك كان تعمل باس ترانسفيرسال بكاتي مات تتكسر التبيان تاعي في خالد في مختار شد بلاصتك في مختار باش يعلمني هالجهل هذا باش يعلمني اي وحده ما تشوفش في عندك في مختار عيب عليك انت المنصور في العيب في مختار في خذوات وخليك هو عليك عادي نعطيك كلمه اقعد نعطيك كلمه سي مختار عاش خويا الناس تفرج فينا سي مختار عيب علينا شد بلاصتك انا مش اقعد على روحك خويا انا سبب انا سبب اقعد وانا سبب شكور وبعدين يرجع لي مكر براسي بلاصتك سي خالد تفضل كمل معنا ليه تفضل قول ما عادش عندنا وقت تو خذينا ليه عاش خويا اللي قالوا هو لخص سي خالد لخص حسينو ما انا حبيت نقول لكم راه هو ملاعب خايب برشا هذاك عليه في التكنيك دو بوست ما ينجمش يعرف اش معناه التكنيك دو بوست مش بالضروره للمدرب الكبير يقول صحيح صحيح ما فيش حتى كونت سابلومون باهي بعد شقال انت حاضر معنا في السير في الجرمه هي حاضر انت حاضر حكاولك حكاولك باهي قول للناس حكاولك معنا مش وقته انا ما نعاودش توا انا ما جيتش باش نعاود تاع 30 سنه لا هذوما الكل عاودتهم حكيتهم لا 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 هذوما الكل حكيتهم جبتهم مره حسيت ما تقر ما هي ما تقر ما هي شو اللي صار نبيل وحي ونبيل حاج وخاف رب نبيل معلول نبيل معلول وربي يوفق وربي ينجحه في المسيره اللي هو فيها سي تري بيان سي تري بيان لازمك تعرف اللي احنا متربين في جمعيه كبيره شيء ما يخرج عنهم معناها أشرفوا علينا معناها ناس لابن زكور ليكشوك حبيب الطرابلسي اللي ناشي معناها مدارس لابن عاشور معناها ناس معناها يتعلمونا الأخلاق ويعلمونا التربية والاحترام الغير واحترام أنفسنا أنا ونبيل صار أنت ما نونتونديو نحكي لكم عليه أما هذايا عمره ما أثر علينا في التيران كنا أنا ونبيل وحدنا نعملوا البريسينج أنا وياه وحدنا نعملوا الريلي في البريسينج وحدنا ونجموا تسألوه ويقولوا شو اللي صار ما تقول ما هي؟ لا عرق هو يحكي قال عرق تخيلنا ما تخيلنا لا ما قلتش عنك لا مش صحيح ناس مش صحيح ناس منظمين وناس مريقلين كيما ما قلتش عنك لا كيما معناها الناس الكل مش صحيح ما قلتش عنك ثبت عليه هنا ديما تقال لسعد لسعد ذي وقت اللي جا لهنا قال انا ما قلتش على موكو بوكو في الانترنت هاكا بدو بوكو ما عادش يثبت في طارق ما عادش يثبت ما ندخلوش امور تفاصيل يبدا يقول كلام هكاك ما يثبتش انا ما يثبتش مختارت لي ما يثبتش حتى بو طارق ما جبتش لا لا في الانترنت مش لهنا في الانترنت قال له ليه لا جبد بعد شو اللي صار ما تقول ما هي انا باش نحكي في شيرتي انا ونبيل هو حر بعد دخلنا للفسير انا سيفيل وقت ما لعبش كنت جي ان بروبليم ماني اون لوكساسيون كلافيكولير قعدت 3 شهور بديت نرجع بشويه بشويه حسيت في الفسير ماني صاير كروشاج انا قلت انا بالضبط قلت عيب ما يلزمش الكلام هذا الكلمتين هذوما وخرجت على روحي بعد هذا اللي صار بالضبط في البار نتاع نبيل هذاك موضوعه هو يجي يحكي وما هذا انا اللي قلت لكم بامان نرجعوا للكونفلي قال نتاع ليكيب ناسيونال وقت اللي احنا مشينا ليكيب ناسيونال من جملة اللي قالوا انا مشينا لك انا وطارق قلنا لك نحينا بالمعلولة نعم انا مشينا لك انا وطارق انت يا ولدي شيخ
انتم من قلت انتم ايه لا لا وين سي لا 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 ما تقالش سي خالد لا لا يا ولدي لا يا سيد لا يا ولدي دور بارتو يا ولدي معاش يثبت معاش يثبت صدقني معاش يثبت تلمو يتكلم تلمو يتكلم بارتو ويعمل مشاكل بارتو اللي معاش يثبت حصيل دقيقه دقيقه يا دقيقه من الساعه شو عندك خليك كمل خليك كمل بعد جيم نتاع انسان ما عادش بيتحكم في في دقيقه شو الكلام هذا دقيقه سي مختار انا جيت تو ساعه الكلمه كمل الكلمه ونجيك تفضل جيت تفضل ساعه الكلمه سي مختار لحظه سي مختار كمل ليكيب ناسيونال ونجيك خليه يحكي عليها نتاع ليكيب ناسيونال خليه يحكي عليها شو هو موضوع هذا خليه يحكي عليها مثال جاب حدانا خليه يحكي عليها زي ليكيب ناسيونال مشينا ليكيب ناسيونال هو تورنور ناسيونال زي قال احنا كنا وشكون احنا باش نحيو قال حاجه اخرى قال احنا كنا نحكموا في توني بيتشينزي تعجبك عجبكش نتحكموا في توني بيتشينزي اش عامل توني بيتشينزي عامل دومي فينال تاع كوب دي موند راجل كان تشوفه راجل نظافه وتربيه وكاليتي تكنيك وكاليتي شيء من وراء العقل احنا باش ندخلوا فيه راجل عامل دومي فينال تاع كوب دي موند باش خالد وطارق نتحكموا فيه هذا اش قال هو احنا باش نجيب للنبيل باش نقولوا له نحيه ولا كونفليات وقال لك جبنا معانا خالد التويتي وجبنا معانا هشام الوحشي وجبنا تعلم وين وريه في كلامك القران قلت اكثر من قران انا مكه ومدينه انا كلامي حسيت هم يا موجودين اللي حكيت عليهم مساميهم انا لطفي الحسومي والهشمي الوحشي وخالد التويتي وحبيتوا تقربوهم ليكم انتم باش قسمتوها الجمعيه قسمتوها ليه مش ليه انا مشكله فيه خالد على طول خالد مخو ديما في التقنبين هنا كله يكمل مانيبيلاتور هذاك عليه وفي اللي كيف ناسيونال تعلمت منكم انتم مانيبيلاتور حسين نقل قد ماني مسير الخير سي خالد اخوي هنا دقيقه عاد نعطيك تفضل خليك حاجه باش نفهموا بعضنا هذا الشيء دخل طي التاريخ فهمتني علاش انا باش نقترح سامحني بعد اذنك وبعدين سي مختار تو انت خالد بن يحيى قيمه ثابته كاليبر كبير اخلاق عاليه حتى واحد باش يشوفك خالد بن يحيى ومش نرميك في الورق نفس الشيء مختار تليلي كمدرب عنده بصماته في تاريخ كره القدم التونسيه علاش ما نتوهاش الصفحه علاش ما نتوهاش البيبات مع بعض ليه يا ودي بربي بربي راهو انا جيب قول له هو عمرك سمعت كلمه عيد منه قول له هو قدامك قول له عمرك سمعت كلمه وين عمرك قلت كلمه عيد؟ ايه عمرك 25 سنه قلت كلمه عيد؟ 25 والله ما تحشمها يا خالد والله انا ما نحشمها يا خالد والله يعني وقف فيه عيني نمشي ونقول ما عندي معاك حتى شيء عمري ما قلت كلمه خايبه ويقول لي قلت لي ما قلتش قلت لك انا وتو عنده ثلاث جمعات يقول في كلام انا قلت لك كلام خايبه قول لكم انا قلت لك كلام خايبه مسجل عليك مسجل عليك تو دي كونفوكاسيون بيانتو شوف خاطر نروح وتجيني كونفوكاسيون كاسبر زاك خاطر جيو كاسبر زاك خلي دابا دابا نجيب لك مازال دابا دابا جيو كاسبر زاك اشرب شربة ماء اشرب شربة ماء اشرب شربة ماء يحكي في حكايات يحكي في حكايات مش فاهم منين يجيب فيهم انت حضرت معايا مع كاسبر زاك وقت اللي جا كاسبر زاك انا جبت كاسبر زاك ايه جبت كاسبر زاك ايه جبتني انا مش ما جبتكش انت جبت فيك ليه 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 سامحني ليه طب اش قال بالحرف الواحد قال وقت اللي جاء كاسبر زاك علاش ما عيطوش اللي كاب ناس ولا خاطر لقاه كبر هذا خذ هكا تقلت اكثر من هكا لا 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 دبولاد والله العظيم والله العظيم انت خارج النص توا جاء كاسبر زاك نحكي لك انا هو ما يثبتش حتى على العوام قولوا عام 94 جاء كاسبر زاك عام 94 ها وانت علقت وقتها ولا علقت في 94 والله يعطيك الصحة بعد شوية هاكا تزيد شهر انا والله لجبتها والله يعطيك الصحة لجبت الموار يعطيك الصحة بقول لك والله لجبتها انا ولدي والله ولدي بربي انتي ولدي انتي لجبت يا ولد الماء يتكلم والله قاعد يثبت حسين والله 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 لجبت الموضوع هذا اللي حكيت فيه ولا عندي فكرة عادية الموضوع هذا نلعبوا سيدي في سبتمبر لما انت وليت توا شهرين توا وليت تجبد تدي نبوت كوا ولا تجبد في كل شيء دخلت في كل شيء باهي توا دقيقه عاد دقيقه توا قليل في كل شيء توا بديت نخلق انا اسمعني عاد ولا بديت نخلق والله من سير خير توا عندي برشا عطل يا ولدي نخلي ثلاثه سوايع ولا اربع سوايع عاد تعمل باز انت وياه اقعد سي مختار يا سي مختار توا هكا توا يا سي مختار كمان تيزي عاد تيزي عاد سي خالد ايوا تو الراجل مشات
ليه انا والله عمري ليه عيب؟ انا عمري ما نجبد حد ولدي والله العظيم نحكي لكم في حقائق وثبتوا عليا. انا نحكي لكم في حقائق وثبتوا علي هذا الكل على لسان وهو لا عمري لا جبدت ولا عمري قلت حد انت ما سمعتنيش انا ربي جبدت حاجه في سال. اسمعني نقصوا خالد خالد خلي انت كاليبر منك انت بالحق خالد انت قلت ما اسمع لا لا ما يصيرش لا لا هذا سبورتيف راك اديكاتور راك لا لا نكملوا نكملوا لا 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 والله ليه والله لا قلت حاجه عندك صح والله عندك نبول ميموار فرصه صغير معناها انا بطلت بعد الماتش هذاك كل بشهرين بشهرين كل شهرين كملت خبزيزي في البرك به خليني لا 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 يا ربي لا يا خال اسمع يا خال خليك انت فوق بالحق اسمع لا بالحق خليك انت خرج هو تو خرج خليك انت الفوق وعندنا برشا محاور ومازلنا نشاركوا في برشا لخص ما عندك لخص لا انت وين لخص 25 سنه تعرف الجمعه هذه برك الجمعتين هذوم عمل لي يمكن 20 حصه وسب معناها انا تحبي 10 سوايع معاك معاك خليك مش تفل نوقفوها نوقفوها خليك نوقفوها خليك انت راك كاليبر كبير في خالد بالحق خلي خلي روحك كبير في عين الناس الناس تعرف خالد بن يحيى خلي روحك كبير في عين الناس يا خالد بالحق وناس تفرجوا لنا توا ربي احنا ديريكت احنا ديريكت كل انا قلت فيه كلمه عيب والله نهار اللي قلت الكل كان تلقاوني كلمه قلتها انا مصحيحه يجوا حاسبوني انا انسان علاش تغشش هو خاطر وين نقولوا في الحقيقه هو انا راه عمري ما قمت فيه كلمه عمري ما قمت فيه كلمه لكن جاء وقت سيخال على كل حال سيخال على كل حال سيد خوتي مختار نعاود نرجع ليه نكمل النقاط نتاعي خلي بربي سيخال بربي سيخال راك ان كرون مسيو سيخال بالحق نقول هذه ديريكت دقيقة. انت ان كرون مسيو راك يا خويا دقيقة سي مختار تفضل مرحبا بك ارجع سي مختار تليلي سي مختار الغش سي زي خلق سي مختار تعرف مختار تعرف نحيي خنبوسك تعرف نحبك واطلع اقعد وصلي على النبي سي مختار وخالد ولدك وانت بوه وباش نلقوه الملف بطريقه وديه اذا قول لك الدنيا ثانيه لا دوم المختار تليلي لا الخالد بن يحيى لا حتى واحد نلعبوا الشيطان انا عندي مبدا نلعبوا الشيطان قول قول حاجه احنا في الديريكت تو الناس تفرج فينا نلعبوا الشيطان الله مختار تليلي راك اسم كبير في البلاد سي خالد كيف كيف خليني خليني سي خالد لا 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 سي خالد سي خالد سي خالد انا باش نكسر القاعده اليوم سي خالد بن يحيى انت راك ان كرون مسيو بالحق نحكي معك ونعرفك عندك لا ودي قبل تعيش اي قلت ماذا بينا اللي قلته الناس تعرف خالد بن يحيى شنو يسوى وتعرف شنو قيمته وبالتالي رجاء هذا قلت حقول سي خالد حقول سي خالد ونحكي معك بمحبه وانت عندي انا عندك محبه كبيره برشا رجاء اونتور لاباج بالحق نحب انت انت ضيفنا العزيز باش تكمل معنا الحصه سي مختار بوك انت خوه هو غلط في حقك في فتره ما راه صحيح وانت غلطت زاد مرات في كيك ديك لا والله لا انتور ولا جميع انتور لا باس سمعتوني ربي يسامحك اسمع سي خالد شوف انا وسي خالد نتكلموا راهو اسمعني سي مختار هو من الجمعه اللي فاتت اللي استنى الانتونسيون تاعو سي صالح باش تتوي الصفحه بالحق انت بارك الله عليك عملت هكا من حق المنصور بعدك يا اسمع ربي حق فين وجيت اذا نحب نقول يخرج مشاهد هذا الحب ما خليكش تدبر لا عاودك برك دقيقه به به اقعد شد بلاصتك غادي سي صالح دقيقه دقيقه به اجي نقول لك اجي نقول لك دقيقه هو اللي متغشش مش انا لا لا باش نرضيكم الزور لا 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 دقيقه بربي اقعد غادي باش نوريكم بلي دقيقه اقعد شد بلاصتك نوريكم سي خال والله باش نوريكم حاجه انت كلمه ونسكر الموضوع والله كلمه ونسكر الموضوع ونسكر الموضوع ما تعاود تسال عني حسخ